تعالوا نتعرف مع أبرار طوقان. يعد المغناطيس من أهم الأجسام التي تجذب الذرات الحديدية، وفي القرن الأول قبل الميلاد أحيط المغناطيس بالعديد من الخرافات. كان يعتقد أنه يمتلك قوى سحرية وله القدرة على شفاء المرضى وطرد الأرواح الشريرة. فما هي قصة اكتشاف المغناطيس وإلى أي زمن تعود؟ تعالوا نتعرف. يحكى أن قصة اكتشاف المغناطيس تعود لراع يدعى ماجرتس. كان يرعى أغنامه في منطقة شمال اليونان تسمى ماجانيسيا قبل حوالي 4000 سنة، حين علقت مسامير حذائه المعدنية على صخرة كبيرة سوداء كان يقف عليها فجأة. وبينما هو واقف على إحدى الصخور وجد أن المسامير المعدنية في حذائه أصبحت عالقة بشدة وبقوة في هذه الصخرة السوداء الكبيرة، فأصبحت تعرف هذه الصخور من وقتها باسم صخور الماغنتيت نسبة إلى الراعي ماغنس. واستطاع البشر بعد ذلك صناعة المغناطيسات من الفولاذ وتشكيلها بأشكال مختلفة، كما خلطوه مع الحديد والنيكل والألمنيوم وبعض المعادن الأخرى. وقد تبين وجود حجر المغناطيس بكثرة في أراضي السويد والنرويج. تعالوا نتعرف مع أبرار طوقان.